علشان كده عايزه اقول لكم، طب هو الرئيس السيسي لما حاول يضبط هذه المصطلحات، هذه المفاهيم، وهو في قلب اوروبا، كانت الرساله لمين؟ وقتها هل يا ترى كلنا ادركنا ان الرساله كانت تصحيح مش للغرب بس والازيال الغرب وللي زينا جوه اللي احيانا كتير ما بيشغلوش دماغهم كفايه او بيقبلوا يقعوا في الفخ؟ يستمر بعض المسلحين في الحركه في هذه المنطقه اذا كان يتم ضبط المعبر؟ الارهابيين مش المسلحين. مسلحين الارهابيين. الارهابيين مش المسلحين، لان في ناس كتير جدا بتقدم العناصر ديت على انها عناصر متمرده او مسلحه، وده مش حقيقي، دي عناصر متطرفه ارهابيه تهدف الى تدمير الحياه والانسانيه في المنطقه اللي موجوده فيها. طيب ده معناه ان المسؤوليه علينا احنا ادوات الفرز الان، هل هنتبنى مسؤوليه اصلاح المصطلح؟ انا شاورت مع حضراتكم في العمليه اللي نجحت فيها الشرطه، ادخلوا شوفوا حجم البوستات اللي مكتوبه، الشير اللي مكتوب من الجماعه اياها، وازاي بيوصفوا الحاله بشكل مغلوط. هل احنا هنكون احنا بانفسنا يعني خط دفاع لدولتنا؟ طب هل احنا كمان مدركين أهمية أنه لم يعد مقبول في أي شيء هنمر به في الأيام اللي جاية أن احنا نرجع لنفس الأسئلة المغلوطة؟ ده أمر شديد الأهمية، لأن اللحظة عملت الفرز بتاعها وحملتنا المسؤولية، لأن احنا بذواتنا كده أصبحنا أدوات الفرز بشكل مباشر. النقطة الثانية المهمة من فضلكم، لأن بجد كل ما الدولة بتطلع لقدام كل ما اللي نفسهم يكعبلوها بيكتروا ويتكتفوا عليها. وخليكوا فاكرين احنا قلنا انه الحالة المصرية هي حالة كسرت البندق، لازم الضغط يكون خارجي ولازم الضغط كمان يتوافق مع ضغط داخلي. علشان كده لو كانت الجماعة الارهابية سواء كانت قاعدة في لندن، قاعدة في الدوحة، قاعدة في اسطنبول، في أنقرة، بتكتب اللي بتكتبه وبتشتغل علشان تغرق الارض باسئلة غلط، ده احنا فهمناه بقى، ومطلوب مننا احنا نفسنا، مش بس مش مطلوب حتى نرد عليهم، بس مطلوب نعمل بلوك للصفحات دي، ننسى ده، بلاش نرهق انفسنا باشياء مغلوطه. طيب اتنين، لازم ننتبه ان في حاله كسرت البندق الضغط الخارجي بيبقى فيه في المقابل ضغط داخلي، اللي يعني بيقدموا نفسهم على المنصات للضغط الداخلي ايا مكانه، ايا ما كانت مواقعهم، ايا ما كانت طياراتهم، لازم ننتبه، ما هو ما عادش عندنا وقت وما عادش في فرصه نراجع من اول وجديد. احنا بنفسنا ريسنا بيعيد انتاج المصطلح واعاده تعريفه وبيرفض المصطلح اللي بيفرض علينا، يبقى ده دورنا. لما واحد ايا كان، واحد واحده متطوع علشان يطلع يقول لنا اي تفسير طالما لم يأتي من المصدر يجب ألا ننصت له، يجب ألا يشكك الأرض. وعلشان تصدقوا أن الحكاية بجد كبيرة وكأننا بنرجع بحجم ما تقدمنا لقدام، محاولات الضغط علينا في عنق الزجاجة الآن مهمة، لازم ناخد بالنا.